يشتهر قضاء جزين بمناظره الطبيعية وينابيعه وصناعاته الحرفية، ولكن ومن دون أي شك تبقى أهم ثرواته هي ثروته البشرية، وذلك في جميع القطاعات الصناعية، الزراعية، العلمية، كما الفنية والأدبية. في هذه البيئة الغنية والخلاقة ترعرع الشاعر سليمان أبو زيد منذ ولادته في بلدة مليخ في قضاء جزين سنة 1909. يمكن القول إن حياة سليمان أبو زيد تلامس الأسطورة في بعض مراحلها ووقائعها. لقد نجا ابن السنوات الخمس من الموت بما يشبه الأعجوبة منتصف الحرب العالمية الأولى، وعند انتقاله سنة 1921 من مدرسة تحت السنديانة في قريته مليخ إلى مدرسة دير قطين للرهبانية الأنطونية، ظهرت موهبته الشعرية على جناح قصيدة وصف بها طائرة حلقت في سماء لبنان وعمره 12 سنة. تنازل لنحو الأرض واخفض جوانحاً، علت في رفيع الفلك مع راية النصر، لها سحب الأفلاك أمست مطية، فليست سوى حمل على عاتق الدهر. وبعد سنتين دراسيتين في دير قطين نقل داود ابنه سليمان إلى مدرسة دير مشموشة ليكون التلميذ رقم 159 فيها، حيث حدث معه أمر يتجاوز الاندهاش. كتب لهم على اللوح بيت شعر وقال لهم اعربوا، وظهر صار بي يفكر أعراب، أول مرة بسمع بالأعراب. فات على مطرح ما بدي ناموا الولاد بالحيط مقابله في صورة للعذراء، كان يقول دايما شفت ضوء شع من الصورة وصوت إجاني قال لي يا سليمان ما تقلق، احفظ هالشي اللي رح قلك إياه هلأ وقدمه للخوري، وهذا هو الأعراب الصحيح لبيت الشعر. لم تدم فترة دراسة سليمان في مشموشة إلا سنتين، إذ أصيب بالحمى فأعاده والداه إلى مليخ للعلاج، وبقي فيها منكباً على الدرس والمطالعة يواكب التطورات بواسطة بعض الجرائد التي وفرها له والده، منقطعاً عن مباهج الدنيا وكمالياتها ومتعمقاً باللغة العربية، حتى صار من مراجعها مما عزز موهبته الشعرية. وقد وصف الشعر بقوله: الشعر عشق متيم بقصيدة في جيدها نظم الكواكب بخنقة، الشعر لوحة راسم مسحورة، لولا الحضور لخلتها صنع الرقى. كان فصل الشتاء وطلعت الشمس وهيك عم تلمع على التلج بأيام فصل الشتاء، قال له رشيد نخلي لبيي، قال له يا سليمان قلك شي ردي بهذا المنظر، قال له لما الغزالة شعشعت بسماتها مشهد مهيب تمثل بغيماتها، خواريف بيضة مدبحة ومشلقحة فوق الجبل ومطرطشة بدماتها. هذه الصورة قال له رشيد نخلي، قال له يا سليمان أنا حطها بالمجلة وأعطي جايزة 5 ليرات، بدك لي 5 ليرات لمن يعطي وصف لمنظر الشمس على التلج أبهى وأروع من هذا الوصف. الأديب الفقيه سليمان أبو زيد لم يسجل عليه خطأ واحد في اللغة العربية، لم يسجل عليه غلطة لغوية. سليمان أبو زيد الأديب المرتجل واضع القوانين. وكان يقول شغلي بالنسبة للشعر الزجلي هو مش المهم اللغة، المهم الفكرة كيف بدك توصلها، ممكن بالفصحى، ممكن باللغة الأجنبية، ممكن بالزجل، المهم كيف بدها توصل الصورة وكيف بدها تكون على قيمتها وتضيف إذا ما ضافت ما إلى قيمة. سعيد عقل بيقول إنه أنجح من كل صحفيي العرب، كان يقول بس أقرأ لها الصحافي بحس إنه عم بقرأ أدب. كان شاعراً مدهشاً حقاً لأنه كان يتناول الشعر كمن يتناوله من جيبه. مرة اختلفت أنا وياه على كلمة حكمة، قلت له لك يا أستاذ سليمان عطيناها لتلاميذنا وطلابنا حكمة بالتات طويلة،
أريناها بكتب القواعد بالتيل طويلة، بعدك عم تناقشني عليها بالتيل مربوطة. قال لي بتحديك تروح تنبش كلمة حكمة بالقواميس اللي نحن وياك بنتعاطف فيها. جيت قلت له من البيت الساعة 11، قالت لي مرتي بلكي نايم. قلت لك هلأ لي بدي فايقه، بدي فايقه، بدي قل له بدي بوسك بإيدك بصبيعك ما أدري شنو. كان بعده قاعد بالتخت. قلت له لايك نايم أو فايق، بدي قل لك حكمة بطلت اكتبها أنا بالتيت طويل. قال لي ما نمتش كل الليل من فرحي لأنه اللي عم يحكي معي فقيه. يا شعرها، هل أنت نار أم ذهب؟ أم شوق روحي فوق غرتها التهب؟ أم شمس حسن وزعت بسماتها شلال غنج كان كالسحر سكب؟ بعد زواجه في العام 1927 وهو ابن 18 سنة، عمل في بيروت لمدة سنة ونصف السنة، عاد بعدها إلى مليخ ليتولى تدريس أبنائها، وعلم كذلك في قرى صربة وسنية وصيدون. وكان سليمان أبو زيد سباقاً في مجال التحرر الفكري والديني، ودعا إلى اعتماد الزواج المدني في لبنان، وسمى ابنه البكر علياً، ولكن مختار مليخ الشيعي بدل علياً بجوزيف عند تنظيمه وثيقة الولادة. كان سليمان أبو زيد مولهاً بلبنان الوطني والرسالة، فقال فيه: لبنان سوف يظل حاضرة الدنا، لو غاب ناداه العلا أن يحضر. لبنان خضر الله منزله الذي لولاه كان الله يسكن في العرى. كان لبنان بالنسبة له عشق غرام، يعني قصايده الوطنية شيء لا يصدق. لبنان جنة الله، لبنان مسكن الإله، لبنان الفردوس. وكان دايما يدعي العالم بمقالاته إن كان صحفية أو بشعره أنه العالم ترجع تتآلف، أنه العالم بتحب بعضها. طيب ليش هلأ عم بصير فيه هالشرخ هيدا بين الناس؟ كان دايما نصير الفقراء، نصير العمال، نصير المستضعفين، يعني وطني مش طائفي إطلاقا. مع اشتعال الحرب العالمية سنة 1939 توظف موزع بريد مركزه دير القمر ومداه شوف بأكمله، حيث أقام علاقات ثقافية وسياسية وأدبية مع سياسيي المنطقة وأدبائها، وانخرط في جبهة العداء لهتلر والنازية، وانحاز للحلفاء والاتحاد السوفيتي، وترجم موقفه السياسي هذا في صور التي انتقل إليها من دير القمر مطلع العام 1943، وشارك فيها بفعالية في قيادة التظاهرات الشعبية المحتجة على اعتقال الانتداب الفرنسي ليلة 11 تشرين الثاني 1943 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء. الحر مضطهد بكل شريعة، يأبى الخضوع فيستفز الناس. كان بيت سليمان أبو زيد في صور أول بيت يرفع على شرفته علم الاستقلال، مما عرضه لرصاص جنود الانتداب الذي كاد يقتل زوجته. وفي العام 1949 طلق الوظيفة الرسمية وعاد إلى جذوره أستاذ اللغة العربية للصفوف الثانوية في الكلية الجعفرية، وذلك لمدة عامين دراسيين قبل أن ينتقل إلى بيروت ويحترف العمل الصحفي. وكان في ذاك التاريخ كان هو شيوعي، وشيوعي على رأس السطح وأبضاي، ومرتبط بموقفه برغم المحاولات العديدة اللي صارت للاعتداء عليه، وأنا شاهد على بعض اللحظات المزعجة. وفي له قصة مع كريم. كريم اسمه بالتذكرة عبد الكريم. وقت اللي عم يصلح له المسابقة تبعيته، وقد ما كان أبو جوزيف منعتق من كل هالتقاليد وهالأمور اللي كان يعتبرها بالي، كتب له على المسابقة، قال له: أنت لست عبداً، أنت كريم، وأنا أتوقع لك مستقبلاً
قياديا بارزا. بسنة 70 كنا عاملين احتفال، الحزب الشيوعي عامل احتفال بذكرى 100 لميلاد لينين، وإذا فجأة بيجي واحد بيقول لي بيعبطني بيقول لي يا عبد الكريم ما قلت لك إنك حتكون قائد كبير في الحزب الشيوعي؟ أنا يومتها كنت صرت واحد من الأساسيين في الحزب الشيوعي. قلت له أستاذي سليمان. قال إيه إيه أستاذك إيه أستاذك. قلت له بتضلك أستاذي على طول، بتضلك أستاذي على طول. وهكذا فإن علاقة سليمان أبو زيد وعائلة أبو زيد قديمة جداً بالسياسة، وقد عزز هذه العلاقة احتراف سليمان أبو زيد وأبنائه الخمسة مهنة الصحافة والإعلام ومساهمتهم في الكتابة في غير صحيفة لبنانية وعربية ومشاركتهم في عدة برامج تلفزيونية ومناسبات سياسية وتبوؤ بعضهم مواقع إعلامية بارزة. لقد اشترى سليمان امتياز جريدة الدنيا في العام 1958 وظل يصدرها بمعاونة أبنائه حتى سقطت تحت سنابك الحرب اللبنانية في الأول من أيار عام 1983 بعد التهديدات التي طاولته مع عائلته والمضايقات التي تعرضوا لها لأنهم دانوا الحرب ورفضوها ورفضوا الانحياز لفريق من أفريقائها. سليمان كان رجل عصامي، شاعر وأديب لبناني، مناضل اجتماعي، صاحب موقف وطني وأراء اجتماعية بناءة. إجا سفير ليبيا على الجريدة، حاول أنه نشركه ببعض الأخبار اللي تطلع عن ليبيا، وقبيل مبلغ كبير من المال بهذيك الفترة. الوالد اتحفظ، قال له انا بالنسبه للمصاري ما يعني مش هذا عادتي ولا هذا مبدئي بالكلام، اذا عندكم شيء منيح عم يطلع من الدوله من ذيك منيح ننشره بدون شيء، مش ضروري انه يكون قبيل لقاء. ففينا نقول انه كانت مشروع وطني قائمه في عائلي بإسلامين ابو زيد. يمكن هيدي نادرين العالم اللي بيعملوها على مدى سنة بعد 1983 والجريدة واقفة يدفع من جيبته نص راتب لكل موظفين الجريدة ومحررين. كان سليمان أبو زيد مربيا لعائلة خماسية العدد فوصفها بقوله مفردا جئت إلى هذه الدنا راضيا أو مكرها حظي هنا، وتركت الأرض موفور الرضا بعدما أعطيتها خير الجنى. خمسة بعدي بني انطلقوا يقطفون المجد عزا وفنا، مثلوا أدوارهم مثلي وكم كرموني حين فاقوني غنى. أنا فيهم وبشعري خالد رغم ترحالي إذن باق أنا. علم كتير شباب من الضيعة على حسابه، هو كان يصرف عليهم يقدم لهم مصروف جيبتهم الخارجية ويبعتهم على المدرسة على حسابه، وما حدا كان يعرف إنه سليمان أبو زيد هو اللي عم بيعمل هالشي. هيدا كل يوم كنت قبل ما أنزل على المكتب، مكتب ولادة الدنيا، أمره لعندهم على الباب، لقيت أم جوزيف عم تضحك غشياني بالضحك، قالت لي بيك قلع كبوته وعطالة لشحاد دق على الباب. وبعد توقف الدنيا عن الصدور وبيع امتيازها انخرط ابنه جوزيف في فيلق دار الصياد، وتبوأ لويس موقع مستشار وزير الإعلام ونشرت مقالاته في صحف عدة، وفؤاد تفرغ للعمل في الديار ثم صار مدير تحريرها، وجان دارك تألقت في عالم الفن والتلفزيون. أما حكمة فقد أطل على الواقع السياسي باكراً وترشح للنيابة مرتين، ومنذ مطلع العام 1968 تسلم مهمة الملحق الصحفي في رئاسة الحكومة. لازم سليمان أبو زيد في خريف العمر منزله في الشياح، ولكنه بقي شاباً في روحه وإرادته في الحياة ملتزماً فعل الرجاء. ما زال عزمي صامداً متوثباً،
والحب في صدر السحاب الواعد. أنا راقد جسدا ضعيفا إنما أنا راقد روحا قواه روافد. 90 عاما بالفخار تكللت، فأنا سعيد بالحياة وصائد. مرة أصبت لسليمان أبو زايد عم بكتب عنه دراسة أدبية، قلت له يا أستاذ أنت مثل والدي، بس أنا عم بكتب عنك دراسة، إذا قالوا لي عم تكذب إنه بيرتجل، لأنه ما حدا بيرتجل. قال لي أنت عم تمتحني مثل طلابك بالجامعة، خذ ورقة وقلم. كتب 22 بيت كل حرف كان عم بيأرخه وبيحط له الرقم تبعه الحسابي، هذا التأريخ. أما التطريز هو وضع الكلام في موقعه. في هونيك جلسة هدفها كان إنه يدرسني قواعد، أنا عم فل بشوف مفتاح نحاس على طاولة من طاولات السالون تبعه، بقول له جدي وأنا بريء صغير وأنا عم بسأله، هو بتعرف وقتها كان ما كان صغير يعني كان فوق 80 سنة أو 75 سنة، بسأله شو هذا المفتاح؟ بياخد مفتاح بيطلع فيه بيقول لي هيدا مفتاح السما. وضلت هيدا الخبرية محفورة براسي لحديد وفاته. بارك اليوم فكرت بالمفتاح لأنه عبر نشر هالكتاب عم رجع بعيش جدي. في جرح بقلبي بده يرافقني كل حياتي، لأنه ما قدرت لبيه له وصية وصاني إياها قبل ما يموت. قال لي يا ابني بموتي ما بدي بهرجي ولا بدي كتر رجال الدين، خوري الضيعة بكفيني، بدي منك ولا بدي ندب، بدي منك انت واخوتك تلبولي هالطلب. قلت له شو حبيبي؟ قال لي بدي اغنيتين لفيروز تحطولي اياهن انا مسجى. ما في حدا لا تندهي، عتم طريق طيطا. ومن بين آخر الأشعار التي نظمها وداع القلم. يا رفيق الدرب قد حان النوى، فاسمع البابور في المينا صفر. يا رفيق انزل معي في حفرتي، سوف أبقى شاعراً طي الحفر. والعشب غطى الدراج، شو أولكم صاروا صدى. وما في حداً